مش هي دي الراقصة نهد؟ ربنا يدينا بعقلة. هنا ده عنوانها، وبجد على اسم الهلبوطي هربان في حتة محدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له معرفوش. أفرجوا عنها بعد كده. الحتة تعرف الحاجات دي كلها؟ أمال إحنا بنلعب؟ لا ما تبصليش بسخرية، ده أنا هعجبك أوي. أنا معاك برقبتي. ربنا يتمم بعقلك. عاقل قوي. هلا قال والله عاقل. حلال بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعه دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق لها، ترسم عليها انك انت غالي قوي، وتصرف عليها ببذخ بهبل. طعم يعني؟ عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. يا بوي يا بوي، ده انت لحظة جشع يا بنت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعملي ايه؟ ليلتنا طينا طين الليل. هتنحس مخي يا بنت الفطوس. فطوس يا سعد المتجلي. عبد متجلي يخرب بيتك يا عبد انبطحي. انا مش عارف اقول لك ايه. واصل انت ما خليتيش حاجه في عقلي. ده انا اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا نظري يا مهجتي يا مصراني الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبقي سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشوية هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حيح يا حيح يا علي. ليلتنا مطينا طنطين الليلاني. سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني يا حياتي. ليلتنا مطينة ثلاث قناطين الليلاني. انبطحي. تفضل. السلام عليكم. خالد عبد الجواد، معقولة؟ ازيك يا رمضانكو يا ابني؟ ازيك يا خالد؟ اهلا يا مغاولي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا رمضان؟ شايل بره. والله عشت وشفتك اخر قبه. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خالد. أنا سمعت يا ابني عن كل اللي أنت بتعمله، حاجة حلوة أوي. قلت الضفر ما يطلعش من لحم، وإحنا طول عمرنا أهل، وأنت عارف إنني بتمنى لك كل الخير. أمال أخبار مشروع المواشي اللي عندك إيه يا خالد؟ المواشي ما بقتش تجيبها مهل يومين دول. بس أنا خايف يا رمضانكو يا ابني
يكون الشغل دي فيه حاجة حرام كده ولا كده؟ لا إله إلا الله. شوف يا خال، إحنا بنشتغل بالحلال، بالمضاربة والسقوق، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ربا. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه اهو، انا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك يضر بالجامد. بالجامد قوي؟ ايه؟ عنا الاثنين حاجة ساعة لبرة. بس عايز اقول لك حاجة كده. شوف يا خال، احنا شعارنا تدفع باللاتي هي احسن تاخد باللاتي هي احسن. ما تدفعش باللاتي هي احسن تاخد بالجزمة على دماغك. مش قصدي، انا قصدي ان الجماعة في البلد هيجيبوا لك فلوس كتير قوي عشان تشغلني، وانا بقول ان العالم دول ما يستاهلوش. ما تاخدش منهم حاجة ولا تديهمش حاجة. فعلا هما ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل يا خال. طيب يا سرمضانكو الفلوس اهي، عدي عند مين يا خال؟ عيب في المضاربة والسكوك مفيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيه. غدا اللي بره. طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للأمم اللي مستنياك دي. مش كنت تستنى لما تتغدى يا خال؟ لا غدا ايه بقى؟ خلي الغدا اليوم اللقا، يوم الحلال البلال ما يلعلع. تعالب يا خال، انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب نستأذن. مع السلامة يا خال. ربنا يكرمك. مع السلامة. مع ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا مغاوري. الله يسلمك. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. أسرة المستقبل تهدي إليك في المدينة والريف أقراص أمان الموضعية. أسرة المستقبل لا تطلب منك التحديد بل التنظيم. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط. مين ما ينبسطش معاك يا بسطة اليتامى. انت بسطانة؟ بسطانة. يبقى احنا الاثنين بسطانين. في صحتك يا رب. صحة اللي يصحي صحتك. ايه ده؟ ايه اللي يدعي؟ فلس؟ سمع؟ ايه ده؟ ايه اللي بياه؟ جمنين ده اللي؟ يها؟ ده بياه؟ ينيلك ده اللي؟ يا له؟ له بياه؟ عن اسمع يا لي. كانوا على قرف لسان الكبير فيهم، والله ما اعرف اسم الكبير. انتظريني لحظة من فضلك. ده بيا بيا بيا. ايوه ايوه. ليه ليه؟ بيب بيب. اهلا. جاهزين؟ جاهزين يا سي رمضان. ما فيش حاجة اسمها سي رمضان، قلت اسم سيادة المقدم. حاضر يا سيادة المقدم بيه. وانت وبقى عارف هتعمل ايه؟ طبعا عارف اعمل ايه يا رمضان افندي. ما فيش حاجة اسمها رمضان افندي سيادة المقدم. بس عليا النعمة انا لايق في العسكري احسن من الحرامي. جدع، وانا هعمل ايه؟ انت ما تعملش حاجة، تفضل ساكت خالص كده اهو. حاضر يا معلم رمضان. معلم رمضان. في حاجة اسمها معلم؟ قلت لك سيادة المقدم. حاضر يا سيادة المكتب. مكتب؟ في ظابط يقول سيادة المكتب؟ يلا بينا، ادعوا لي. ربنا معاك. بس انا ما بعرفش اسوق. ايه؟ تعالى هو راح فين؟ اركب اركب يا ولد. المجتمع يا حسانة يا قاع المدينة.
حرزوا الخمرة والملابس الداخلية. أنا بقى علي الملابس الداخلية. اسكت أنت، مش دعوة خالص. حزار. حاضر يا معلم. معلم مين؟ حاضر سيادة المكتب. مكتب إيه؟ مش عايز ولا كلمة. يا سعادة البيع، يا سعادة البيع القادر، اصبرنا الله يسترك، أنا عندي عيال أكبر مني. شوف، إذا مشيت معانا عدل وشهدت بالمظبوط هنعتبرك مجرد شاهد. ودي؟ لا، دي 7 سنين سجن مفيش فايدة. هتشهد عليها ولا لا؟ يا بيه أنا غلبانة يا بيه، يا بيه أنا في عرضك يا بيه. أنت غلبانة أنت؟ ده أنت يسابلك بلاد، ده في بيني وبينك طرباية. طرباية؟ أيوه، أصل أنا قبل ما أشتغل في الآداب كنت ظابط مباحث، وكنت ماسك القضية بتاعت الواد بتاعها، حبيبها، وهي اللي عربته بسلامتها. عشان كده انت حطيتها في دماغك. يلا على البوكس، يلا يلا. انا كنت متاكده ان البوليس مش هيسيبني، وهيفضل ورايا على طول، مش هسيب حقه ابدا. اسمع يا ولية، اذا كنت تعرفي مكانه ما تجري وتخلصيني. هم هيسيبوني يا سعاده الباشا. اذا الولية دي جرت هتسيبوها؟ لا لا، مش هتقلبها هي. انا عارف. حر يا بيه، حر يا بيه، بس اضمن مني انتوا تسيبوني. لا، في الحاله دي انا هقف جنبك وهخلي القضيه دي اونطه اونطه، ما يهمكيش. يسترك يا بيه. وتلها بنت الارشينات. ايه؟ وتلها بالارشينات. عملت ايه؟ همك قوي على المكافأة بتاعت وزارة التخليه. يلا لبسهم اي حاجة عسكري. حاضر يا فندم. يلا خدهم لبسهم اي حاجة. اتفضل. قدام يا مزمزيك. مش هنتعشى؟ ايه؟ مش هنتعشى؟ نتعشى؟ انت هتودينا بده ايه؟ نتعشى؟ اسكت خالص.